والله أنا فرحان جدا بالجائزة ديت وبالتكريم ده. قبلة أحمد سعد وعليها بسيوني تخطف الأضواء في حفل Dear Guest. أنا مبسوطة قوي، سعيدة جدا بتكريمي. هي دي قبلة أحمد سعد لزوجته عليها بسيوني اللي خطفوا بيها الأضواء في ظهورهم الأول بعد الجواز على ريد كاربت حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest، وتداول المتابعين صور ومقاطع كتيرة ليهم على السوشيال ميديا بعد حضوره لتكريمه بجائزة أفضل تتر على المسلسل الاختيار 2 بص في عينينا. وشاهد الحفل اللي هنعرض تغطيته على جزئين حضور أهم نجوم التمثيل، الغنى والإعلام اللي تم تكريمهم على أعمالهم في 2021، زي إسعاد يونس اللي حصلت للمرة السادسة على جائزتين من المهرجان ده كأفضل مذيع وأفضل برنامج عن صاحبة السعادة. أما يوسف الشريف فحصد جائزة تميز عن دوره في مسلسل كوفيد 25، وشفنا كمان منى زكي اللي فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل لعبة نيوتن، وحضر أحمد زاهر مع عائلته، بالإضافة لشيماء سيف اللي تواجدت مع أبطال مسلسل في بيتنا روبوت اللي فاز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي. أما هاني رمزي فتكريمه كان عن مسرحية أبو العربي. والله أنا فرحان جدا بالجائزة ديت وبالتكريم ده، وبحمد ربنا طبعا أولا وأخيرا، وبشكر كل جمهور اللي صوت علشان أخذ الجائزة ديت، وبشكر Dear Guest، وبهدي طبعا جائزة لكل زمايلي في مسرحية أبو العربي. وليد توفيق اللي كان من أول الحاضرين في الليلة دي فاتكرم عن مشواره الفني الطويل ونجاحاته في مصر. النهاردة أنا سعيد بالتكريم، Thank you Dear Guest، والتكريم لي أنا في مصر له مكانة خاصة في قلبي الحقيقة، وبشكر كل الدول العربية ما بكرمني، لكن هنا مصر بالنسبة لي انت بتعرفي والناس بتعرف، فسعيد جدا النهارده. وكملت التكريمات وبعضها كان عن اعمال اتقدمت في رمضان 2021. سعيده جدا بتكريمي بجائزه Dear Guest، جائزه التميز عن دوري بمسلسل مداح شخصيه رحاب. الشخصيه كانت جديده كليا شكلا ومضمونا ولهجه. احب اقول مرسي جدا على كل الجمهور اللي صوت لي، ودي جايزه انا بعتز بيها جدا. مبسوطه طبعا، مبسوطه جدا بالتكريم، ومبسوطه ان انا قدرت اعمل حاجه جميله بجد تستحق التكريم، لانك لما بتخاطبي المشاهدين انت بتخاطبي جمهور واعي جدا وفاهم جدا. والتكريم بتاع النهارده هو رأي الجمهور، فأنا بشكرهم جدا وبدعي من ربنا إن أنا دايما أبقى دايما عند حسن الظن. وأكيد لما نتكلم عن أعمال رمضان اللي فات ما نقدرش ما نذكرش روجينا اللي حضرت الحفل بفستان أخضر من تصميم سماح مهران. أنا بشكر Dear Guest، ودايما Dear Guest معايا في كل نجاحاتي، وبشكر الجمهور جدا 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 على التكريم وعلى الجائزة، وسعيدة قوي إن بنت السلطان بتنال الحفاوة دي، والحمد لله الحمد لله. أما من الوجوه الشابة اللي خطفت الأضواء فأولهم كانت أكيد ميان السيد اللي كسرت السوشيال ميديا بإطلالتها في الليلة دي، ده غير إنها كانت طايرة من الفرحة وقت تكريمها كأفضل ممثلة صاعدة عن دور نور في مسلسل حرب أهلية، وحرصت تذكر منى زكي بكلماتها خصوصا بعد ما كانت قدمت دور أختها في مسلسل لعبة نيوتن كمان. أنا مبسوطة قوي وفخورة بنفسي، وبجد ده تشجيع ليا كبير قوي بجد بجد، الحمد لله مبسوطة. أما عمرو ياسين حضر عشان يدعم ابنه محمود اللي تم تكريمه كأفضل ممثل صاعد عن مسلسل اللي ملوش كبير. دي أول تكريم ليا أو أول جايزة ليا، أتمنى ما تكونش الأخيرة، نجي لي من تكريم من مهرجان كبير زي Dear Guest، مهرجان بكرم كوكب من نجوم كبيرة، إن اسمي بقى من ضمنهم دي حاجة تبسطني جدا. سعيد جدا إن محمود يعني مع تاني أو تالت تجربة لي في الدراما بياخد عليها تكريم مهم من 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 من, من مكان زي Dear Guest، يعني أو جاء زي Dear Guest، دي حاجة هتديله دافع كويس.